يعني مش بالعام ومن هذا الباب في حال المنطقه قد تدفع الذين تشتغلوا في مجال الاعاقه. طبعا اختيار الحمامه البيضاء من بين هذا زيت البيع الشمسية معه عدد من الاختصار ديال جوج تقريبات ديال فاس وثلاث مرات وحدا زوجين حكم البيضاء على مستوى جهة طنجة سلطان البزيد. طبعا هذا الاختيار كان مرفوق ب بمواكبة الحمامة البيضاء في مجال تحولها كما يقول قبل قليل إلى منظمة وسيطة، معنى أنه من أجل التحول إلى منظمة وسيطة لابد أن هي خاصها تخضع إلى مجموعة من العمليات باش تكون في مستوى أن تكون يعني جمعية وسيطة تستطيع أن تقوم بعمليات دعم قدرات المجتمع المدني وكذلك المؤسسات والمتفاعلين الاخرين على مستوى الجهه. خضعت في البدايه من طرف الدراسه الدولي لافتحاص تنظيمي، مش عفوا الحمامه البيضاء اذا هي الدين انها بالفعل قادره على الاثناء اعداد كانت الشروط ديال البرنامج انه هذه المقدرات خاصها تكون في يعني ذات وجود حقيقي ذات فعل حقيقي ذات عمل ذات تراكم وكذلك بعد يعني المعايير الاولى التي بعد ذلك مواكبه الحمامه كان هنالك افتحاص افتحاص عن الدخول في تفاصيل تدبير ديال الاشتغال ديال الحمامه المؤسساتيا تنظيميا تدبير مالي الى اخره. ف كان وخرج هنالك يعني مجموعه من التوصيات اللي كان من الضروره الحمامه بعد تشتغل من اجل يعني بعد الاختلالات الى اخره يعني حوالي ست شهور الحمامه البيضاء خطط كل المشكلة النقص اللي كان عندها كل يعني كل الشروط المناسبه. بعد ذلك خضعت الحمامه البيضاء ل تشخيص داخلي اشرف عليه سي عبد الملك نصرح اللي هو مستشار الجمعيه في اطار مشروع باش تقويه قدوات الحمامه البيضاء واسفر هذا التشخيص الذي تناول ست جوانب كبرى اللي هي التخطيط الاستراتيجي في الجمعيه الجو المؤسسات ديال القوانين التنظيميه ديالها الحكمه المساله ديال اعداد البرامج والمشاريع والتدبير ديالها المساله ديال التدبير المالي التعبئه تعديل الموارد الماليه السجل الماليه المساله ديال التشبيك المساله ديال التواصل الداخلي للخارج يعني كان هنالك عمل بطبيعه الحال كان يعني حديث أنجز داخليا وأسفر عن برنامج لتقوية قدرات الحمامة في مجموع ديال المجالات اللي خرجت وطيلة السنة اللي تنشر عندها سبتمبر 16 طيلة المدة من سبتمبر إلى الآن والحمامة تشتغل على نفسها بحيث أنه تمكنت من أن تستجيب لأغلب المتطلبات التي يعني تجعلها يمكن تجعلها مؤسسة جمعوية جديدة من جيل جديد قادرة أن تؤطر وأن تدعم وأن تقوي قدرات منظمات المجتمع المدني الأخرى. هذا يعني هذا البرنامج العمومي دونك الذي خضعت فيه الحمامة باش يعني باش باش تاكد باش تكرس كجمعيه حامله لهذا المشروع. قلت هذا المشروع تبنى نظري يعني فرضيه او نظريه اساسيه وهذا كيف يعني من الادبيات ديال التدبير ديال الوكاله الدوليه نظري للتغيير هو انه اذا تمكنت الحمامه البيضاء من ان تتحول الى مركز استقطاب يعني الى جمعيه وسيطة تعملوا على تحسين القدرات النمو التقني للجمعية المتفرغة الحكومية المغربية طبعا وفي وقت يعني ومن وزن يعني ما مع ذلك يتم تعزيز آلية المشاركة المدنية بالمؤسسات المنتخبة ومع السلطات العمومية من
المعاني التي تطرحها لها الصديقان لا سيما السيد رئيس الجمعيه، فان ذلك سيشكل منعطفا ايجابيا على مستوى مشارك المجتمع المدني في العمليه السياسيه بشكل هادف فعال ومستدام. هي النظريه العامه التي توجه هذا المشروع او الفلسفه العامه التي توجه هذا المشروع او هذا البرنامج. طبعا بحال اشاره مستمع الملكه صحيح، اللقاء ديال اليوم سيتم مشاركه في وشاطين على تحليل واقع الناس اللي تجمعوا لاخذين كما تقال وشاركنا ذلك في الاقاليم والعبادات الاخرى، وكذلك في شكل ثاني على وضعيه المشاركه في اطار الاليات التي وضعت التي حاجه تشتغل وتحاول تفعل الى اي اخر. قلت يعني هذه القضايا التي سنشتغل عليها يعني في الواقع جاءت بناء على مجموعه من الخلاصات الاوليه اللي وضعت خصمها منذ البدايه، واللي هي يعني يمكن نقولوا في شكل تحديات كانت عندها تواجه المجتمع المدني او يعني مشروعيات المجتمع المدني. يمكن نخصها بشكل سريع وكانت قسم المسائل كله، وهذا الواقع الذي سيعمله البرنامج والحمامه على يعني تجاوزه. تعرف مثلا على مستوى الاداره الماليه التخطيط الاستراتيجي الحكمه الداخليه التواصل الى اخره. كذلك الجهود كذلك ديال المجتمع المدني في مجال ديال الترافع كان يعني واحد النقص على مستوى ديال الاستراتيجيه ضعف الناحيه التقنيه، ما كنحطوش ديال كنقوموا بجهودات جباره ولكن غير يعني مضبوطه من الناحيه التقنيه الى اخره. كما تفتكر ان المجتمع يعني منظمه المجتمع المدني عندها قاعده جماهيريه واسعه لكي تمكن من انشغال الدوله يعني خاصه تكون في يعني الوشاطه. كذلك اغراض تظهر يعني العديد من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني واحد المحدود ديال الخلاف ديال الديانات ديال الترافع وفي خط الشراكات وفي ربط علاقات مثلا مع الجامعات وفي وضع استراتيجيات فعاله للمساهمه في اعداد السياسات العموميه. ايضا رغم ان الدستور المغربي الجديد ديال نص وعاله توسع بالقابليه المحفزه لهذه الجمعيات والمنظمات العموميه، الا ان تنزيل هذه المقتضيات تحيد الخصوص عند مثلا الجمعيات لا يزال تحتاج الى مجموعه من يعني من هنالك خصائص كذلك على مستوى عدد المنظمات للدعم الوسيطه، يعني هل الطموح الذي تعبرنا به الحمامه اصبح منظمه وسيطه يعني هو شيء جديد، والمفروض انه المجتمع المدني بحال المؤسسات الاخرى في القطاع يعني على مستوى الدوله وكذلك على مستوى القطاع الخاص، المجتمع المدني نفسه يكون عنده مؤسسات ديالو اللي كتقوم واللي كتشتغلوا، وهذه مبادره ديال الحمامات تدخل في هذا السياق هو السياق استراتيجي ان المجتمع المدني يعني كيهدل المكونات ديالو الاستراتيجيه باش تكون اذا كانت الحكومه عندها الادارات ديالها المنتخبين عندهم كذلك، فالمجتمع المدني خاص يكون عنده المؤسسه ديالو ويعني هو الحمامه يعني تدفع السير في هذا يعني في هذا الاتجاه. اذا هنالك مجموعه من يعني التحديات اللي كتعرفها يعني منظمات المجتمع المدني الذي ينبغي يعني الزياده في تحليلها وفي تعميق النقاش حولها. الاهداف يعني وساكون سريعا في عرضها، كاين الهدف الاول هو الذي اشرت اليه وهو انه يهم تمكين الحمامه جمعيه الحمامه البيضاء من تعزيز قدراتها الداخليه ومهاراتها التنظيم ومهاراتها بشكل عام لتصبح مركز استقطاب وتكون بالنسبه لمنظمات المجتمع المدني الاخرى منظمه حضاره ولجنه قدراتها وكذا كرغبات الفاعلين الترابيين الاخرين. هذا الشيء غادي يتم عبر عده اشكال وعبر عده يعني عده محاور. الحمامه البيضاء يعني في الاليات التي ستعتمد عليها في هذا العمل هو وذلك خلق به فعلا في اطار اعاده تنفيذها خلق ااا
قسم خاص لتقوية القدرات والتنوع والتقييم. والآن القسم يشتغل له أطره وهو الذي يضع البرامج التي يعني تتبعها. الحمامة البيضاء هي في يعني تعمل على يعني تقوية القدرات في بناء البرامج التقوية الخاصة بالجمعيات. تعمل على تقوية القدرات في مجال التخطيط المرتبط بالمهارات ديال المنظمات ديال المجتمع المدني في مجالات التنميه الاداريه تشبيك الترافع الى اخره. تعمل على دعم القدرات يعني اكتساب المعرفه النظريه والعمليه في مجال الى اخره. الهدف هو على كل حال هذه كل مجموعه من التفاصيل اللي كتهم الحمامه واللي كيعني انه الحمامه لن تنتقل الى ان تصبح منظمه وسيطه يعني تقوم الادوار ديال المجتمع المدني الا بعد ان تؤسس نفسها على اسس صلبه. الهدف الثاني يهم تقويه منظمات المجتمع المدني بجهه منظمه الدول العظيمه وتمكينها بالمساهمه بفعاليه في تفعيل القوانين والسياسات العموميه من خلال دعم او مشاركه مع المؤسسات المنتخبه والسلطات العموميه على الصعيدين بطبيعه الحال المحلي الاقليمي وكذلك على الصعيد الوطني وهو يعني هو دعم التراث الذي تحدث عنه سليم قبل قليل. طبعا من اجل ان يعني يتحقق هذا الهدف الحمامه البيضاء ستقوم يعني وكما اشار الى ذلك الصديق عبد المصرح ستقوم اضافه الى هذا اللقاء الذي غادي نتداول فيه حول يعني حول مجالين اللي ذكرهم قبل سيكون ذلك ايضا بعد التقاء العدد ديال الجمعيات اللي هو يقدر بعض الجمعيات التي ستدرج في يعني في انشطه يعني هذا البرنامج الذي يضم الى طيب 2021 سيكون ذلك ايضا تشخيص لهذه الجمعيات الدقيق تقريبا بنفس الشكل الذي اجري على الحمامه والذي يتم فيه تفعيل و يعني مجموعه من المنهجيات الجديده مجموعه من المقاربات المهمه التي يعني نستفيد بها من خلال مجموعه من المنظمات الامريكيه التي تشتغل على المجتمع المدني وهي عموما منظمه كونتر بارت التي تشتغل كذلك مع تشتغل مع الحمامه ومع الجمعيات الاخرى عند الساعه الوطني ومنظمه اخرى الدوليه تشتغل على قوانين جمعيات او منظمات المجتمع المدني. والحمامه يعني عقدت معها برنامج عمل يعني بالنسبه للاشهر الاخرى الذي سيشمل ايضا تقديم العلاج. اذا احاول ان يعني ان اختصر فاذا الهدف الثاني للمشروع سينصب اساسا على يعني على الجمعيات وضمونه يتقاطع مع ما قاله السيد عبد الملك. الهدف هو اختيار المنظمات تحدثنا عنه الى اخره. الهدف الثالث او المحطه الثالثه في هذا البرنامج سيهم عمليته استثمار وتفعيل كل المكتسبات اللي غادي يكتسبوها الجمعيات اللي غادي تهم مجموع المجالات اللي كتهم التدمير الجمعوي الداخلي والاسس التنظيميه الى اخره وكذلك المساله ديال الخارج يعني المشاركه في اطار الاليات ديال التشروع والحوار يعني المؤسسات مع بخصوص مع الجماعات التراثيه المختلفه يعني مختلفه المستويات. هنا هذا العمل يعني هذا الاستثمار سيكون في شكل يعني انا بالضبط هذه الجمعيات على المستوى الاقليمي تقديم ترشيح من طرف الجمعيات تقديم ترشيح من طرف الجمعيات يعني بمبادرات تراجعيه ستهم بعض منها مجالات ديال الاعاقه الى اخره. هذه المبادرات ستتكفل بها جمعيه في اطار ديناميكيه سيتم حققها على مستوى كل اقليم
أو كل عمل. وهذه هي المبادرات ستمول وسيتم تتبع عملية تطبيقها بشكل جيد، سيتم عملية في الصيانة للبناء ديالها وكذلك في التنفيذ ديالها وكذلك في التقييم ديالها، سيتم موافقة هذه التبعية في العملية كلها من طرف الحمامة، على أساس أن هذه المبادرات سيتم فيها يعني اختبار كل المكتسبات التي سيتم اكتسابها من خلال عمليات التكوين ولقاءات مختلفة عندنا داخل الكوشة الأولى، إنما لقاءات وتبادلات إلى غير ذلك، على أساس أنه بعد هذه العمليات ديال هذه المبادرات سيتم فرز مبادرات وطنية، سيتم الاشتغال عليها بشكل جماعي التي ستهم قضية وطنية إزاء مؤسسة وطنية. إلى جانب كل هذا ستعمل الحمامة البيضاء على بروها مجموعة من الأدوات، مجموعة من الدلائل، مجموعة من المصوغات، مجموعة من يعني واحد العدد ديال يعني ديال الصفور الأخير ديال التكوين ديال الخصوص، يعني ستعمل الحمامة بشكل خاص يعني إضافة إلى ممكن موجود ديال التكوين اللي غادي يكون متنوعين مختلفين يعني اللي غادي توضع عليها الإشارات الجمعيات المشاركة وغيرها، سيتم بروها دليل سيهم بشكل خاص عملية يعني العريضة سواء بالنسبة للجماعات المحلية وكيف يمكن إيجاد سير ملائمة يعني لتقديمها أو للجمعيات كيفاش يمكنها تبلوها إلى ذلك، لكي نختم في السنة الرابعة لهذا يعني المشروع بملتقى دولي حول آليات ديمقراطية تشاركية ولا سيما العريضة من خلال يعني استقطاب تجارب دولية ستهم ربما القارة الجنوب الأمريكية أوروبا والدول العربية، وذلك من أجل يعني بطبيعة الحال محاولة تطوير هذه الآلية ديالنا بشكل أفضل. تلك إذن بسرعة أهم التفصيلات الكبرى لهذا يعني لهذا البرنامج الذي في نهاية المطاف الرمى النهائي ديالو هو أن نساهم في يعني أن نساهم الحمام بشكل منهجي بهذا الشكل المطلوب بشكل محترف بشكل مهني في خلق جمعيات أو في المساهمة في خلق أو في تطوير جمعيات قادرة بالفعل على المساهمة الفعالة في تدبير الشؤون العمومية في قيادة الحوار مع الفاعلين الآخرين في بناء سياسات عمومية دارجة ومندمجة تشمل قضايا مختلفة الفئات المجتمعية بما في ذلك يعني فئات الأشخاص في وضعيات الإعاقة. شكرا لكم. شكرا مجليس المجتمع المدني. يا مجليس الساعة ما بين 10 دقائق قالوا ما غير عليكم السي علي عفاني المزرطي، ولكن نأكد على مسألة أساسية. الحمامة البيضاء تأسست في 1993 في يوم من أيام شهر يوليوز يا كارسي بحر الشهر 18 يوليوز. السي علي أشار إلي بصفتي وبكذا إلى آخره، وكنت أفكر في ذلك مستعد مالك أجاب على المسألة. علاش باش يعني باش نرد على الأخ ابنه، كاين واحد العداد ديال الناس اللي كانت تقاسموا في مواقع مختلفة. السي علي كانت تلقاو في مواقع يعني متعددة مغامرات وفي مجالات اشتغال مدني على قضايا أخرى إلى آخره. أقول أنه يعني إن لم تكن هنالك خلفية، إن لم يكن هنالك تراكم، إن لم يكن هنالك فما يمكنناش، وأعتقد أنه عفينا من هذا التدخل ديال السي علي وعفينا من هذا المسألة والأصدقاء كذلك عفوا من صديقاتنا.
غادي يشيل اساسا المسجد الشرعي المسجد المنتخبي السعد الملك يعني تطوير استراتيجيه للحوار وايجاد امكانيات للخير اجرائيا المشروع ربما كنت بزاف ولكن كانوا لي سلايد كنت كنتعمد ان ما يدوزوهاش لاخواني اللي هم يشوفوا يعني مجموعه القضايا اللي كاينه يعني في هذا البرنامج ماشي فقط يعني من الناحيه العمليه انه غير الجمعيات اللي غتكون موضوع تقريبها في الكويت وانما حتى المنتخبين هنالك في هذا البرنامج مجموعه من العمليات التكوينيه للمنتخبين في المسائل الدينيه سيمبليك محدده اللي تتعلق بآلية الحوار والتشارك لان في التقاطع مع السي يعني مع السي عبد الملك الفلسفه اللي غادي تبنى هو كيف ايجاد هذا يعني هذا التواصل هذا الديناميك المشترك هذا العمل المشترك هذا اللي هو كنعتقد هو الاساس بمعية الديناميكية اللي غتخلق محلية مع الجمعيات الأخرى ولكن يعني غادي تفتح كل الفرص ديال التعلم حتى ديال التقنيات ديال الطرف وكيفية لأنه مسألة استراتيجية المسائل ديال الإعاقة أجاب عليها السي عبد الملك السوبي حالة هذا وذكر أنه بالفعل إلى جانب يعني نسبة من الجمعيات ديال الإعاقة اللي غتستافد من أنشطة ديال البرامج هنالك جمعيات أخرى الحقوقية النسائية اللي كتشرف مجالات التنمية المحلية إلى آخره مع أنه ولكن ليس فقط يعني جمعيات ديال الإعاقة.